يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يأخذ المصحف بين يدي المصلي هل يعتبر قاطعا لصلاته؟ هذه ظاهرة ظهرت الآن في الناس، أنهم يأخذون المصحف، المأمومون يأخذون المصاحف وراء الإمام، هذا يشغلهم عن الصلاة، يقرؤون يحملون المصحف وينظرون الكتابة، هذا يشغلهم عن الصلاة، هذا عمل لا ينبغي. نعم، وهي ظاهرة يجب أن تترك. نعم.